السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. فيديو النهاردة عن صور 20 فنان وفنانة وهم صغيرين وهم كبار. لو أول مرة على قناتي ياريت تعملوا اشتراك اللي بالأحمر تحت الفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. الفنانة نيكول سابا مغنية وممثلة لبنانية، اتولدت 26 يونيو 1974، عمرها 48 سنة. الفنان جميل أبو بكر راتب، اسم الشهرة جميل راتب، اتولد 18 أغسطس 1926، اتوفى 19 سبتمبر 2018، عمره 92 سنة. الفنانة شيرين سيد محمد عبد الوهاب، اسم الشهرة شيرين عبد الوهاب، اتولدت 8 أكتوبر 1980، عمرها 42 سنة. الفنانة هيفاء محمد وهبي، اسم الشهرة هيفاء وهبي، اتولدت 10 مارس 1976، عمرها 46 سنة. الفنانة ليلى أحمد علوي، اسم الشهرة ليلى علوي، اتولدت 4 يناير 1962، عمرها 60 سنة. الفنانة روبي، اسمها رانيا حسين محمد توفيق، اتولدت 8 أكتوبر 1981، عمرها 41 سنة. الفنان سامح حسين، اسمه الحقيقي سامح حسين عبد المعتمد، اتولد 16 ديسمبر 1985، عمره 37 سنة. الفنانة ياسمين محمد عبد العزيز، اتولدت 16 يناير 1980، عمرها 42 سنة. ميادة الحناوي، اتولدت 8 أكتوبر 1959، عمرها 63 سنة. الفنان رشدي أباظة، اسمه الحقيقي رشدي سعيد حسن بغدادي أباظة، اتولد 3 أغسطس 1926، اتوفى 27 يوليو 1980، عمره 53 سنة. محمد إبراهيم محمد حمائي، اسم الشهرة محمد حمائي، اتولد 4 نوفمبر 1975، عمره 47 سنة. الفنانة مديحة كامل، اسمها الحقيقي مديحة كامل صالح أحمد، اتولدت 3 أغسطس 1948، اتوفت 13 يناير 1997، عمرها 48 سنة. الفنانة مها أحمد، اتولدت 16 يوليو 1974، عمرها 48 سنة. الفنان أحمد السقا، اسمه الحقيقي أحمد محمد صلاح الدين السقا، اتولد 1 مارس 1973، عمره 49 سنة. الفنان والمطرب جورج وسوف، اتولد 23 ديسمبر 1961، عمره 61 سنة. الفنان مصطفى شعبان، اتولد 19 مايو 1970، عمره 52 سنة. الفنانة منى زكي، اسمها الحقيقي منى علي محمد زكي، اتولدت 18 نوفمبر 1976، عمرها 46 سنة. الفنانة غادة عبد الرازق، اسمها الحقيقي غادة محمد عبد الرازق، اتولدت 6 يوليو 1965، عمرها 57 سنة.